بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تحية طيبة أحبتي. طبعا استكمال موضوعنا فيما يخص حل أسئلة من كتاب المايكرو إلكترونيكس للبروفيسور نايمان، عندنا هذه الدائرة مرسومة أمامنا. لاحظ هنا أسلوب رسم الدائرة، طبعا سنتحدث عنها لاحقا، يعني بالضبط ما هي هذه الدائرة. مقوم نصف موجة في الدائرة الجانبية له شارة دخل ترددها 60 هرتز، متوسط الجذر التربيعي لموجة المصدر الـ VLS، هنا موجة المصدر الـ VLS هو 8.5 فولت. افرض أن جهد قطع الدايود 7×10 فولت، فجد ألف أكبر جهد عند VO هنا، با إذا كانت R تساوي 10 أوم. جد قيمة المواس عسيب حيث لا يزيد جهد التموج عن 25% فولت. هنا الريبل فولتج، ريبل فولتج تحدثنا عنه سابقا، ريبل فولتج. جيم جد ذروة الجهد العكسي بيك انفرس فولتج، ذروة الجهد العكسي بي اي في. إذا هنا تعويض مباشر، هنا أرجو أن تكون قد فهمت هذه الرسمة الآن تماما. الفي اس بيك هي 8.5 في الجذر التربيعي لـ 2، في سبيك هي 8.5 لأنه هو خبرني أن جهد المصدر 8.5، وجهد المصدر هو يكون عبارة عن الجهد على الجذر التربيعي لـ 2، بضرب التبادل يصبح جهد 8.5 على الجذر التربيعي لـ 2 12.2% فولت. إذا في أول ماكس، لأنه عندما سوف تمر من هنا نأخذ هذه القيمة ونطرح منها قيمة الدايود هنا، الجهد عند الدايود 12.2% ناقص 7×10 فولت يعطيني بهذه الصورة، يعطيني 11.32 فولت. إذا المطلوب بقى إذا كانت R تساوي 10 أوم، وصول على التوازي مع المواسعة بحيث لا يزيد جد قيمة المواسعة لا يزيد جهد التموج عن 225% فولت. عندي التردد، عندي أنا الجهد، سأقوم بحلها مباشرة. C عبارة عن VLM على 2FRV، ومنها تستطيع أن تأخذ إلى هنا طبعا جهد التموج. الآن عندي الـ R 10 أوم، عندي الفريكونسي 60 هرتز، عندي 2، وعندي الـ V 25% فولت. إذا 11.32 الـ V الماكس في أوم ماكس 11.32 على 2 في تردد 60 في المقاومة 10 في جهد التموج 25% يعطيك 3773% فارد، أو تستطيع أن تقول 37 ملي فارد، 37.7 ملي فارد. جد ذروة الجهد العكسي بي اي في، الذروة يعني ذروته أي أنه سوف يكون معاكس للجهد المطبق مضافا إليه، معاكس الجهد المطبق مضافا إليه عكس أو معكوس الجهد على الدايود. طبعا نحن الـ VS peak ذروة الـ VS peak هو 12.2%، 12.2% طبعا 2 VS PS 2 VS peak 2 ضرب 12.2% ناقص جهد الدايود لكل واحد منهما، أو جهد الدايود الواحد هو ناقص 7×10 يعطيني بأنه 23.34% فولت. إذا أحبتي أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.